بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت اليوم محافظة الشرقية عن أسماء ضحايا ومصابي حادث اصطدام القطار رقم 175 خط أبو كبير فقوس صالحية بميكروباص يقل حوالي 14 راكب أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات، وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فقوس. أسفر هذا الحادث عن وفاة 3 حالات وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم لمستشفى فقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم له. وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، هم كل من عبد المنعم السيد علي 38 عام، وروان علاء عبد السلام 15 عام، ومحمود حسن 20 عام. والمصابون هم ليلى محمد أحمد 55 عام، شيرين السيد علي 35 عام، وشقيقتها عبير السيد علي 50 عام، وشقيقها أيمن السيد علي 45 عام، وليلى عبد المنعم السيد 6 سنوات، ومنى عبد جمال 18 سنة، وإيمان علاء عبد السلام 20 سنة، وأحمد علاء عبد السلام 12 عام، ونور علاء عبد السلام 10 سنوات، وآية علاء عبد السلام 20 عام، مصابين وجميعهم من مركز ومدينة فقوس. وقد أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان قد توجه الدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل بوزارة الصحة لمستشفى فقوس النموذجي، يرافقه نائب مدير الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة لمتابعة الوضع مباشرة من داخل المستشفى للاطمئنان على مصابين الحادث. هذا وقد قال الدكتور خالد فوزي إن الإصابات تنوعت بين متوسطة وخطيرة، مما استدعى دخول بعضها للعمليات مباشرة والآخر لقسم العناية المركزة، مضيفا إن أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، مع استدعاء أيضا للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى وفريق الانتشار السريع لفريق أطباء العظام بمستشفى أبو حماد المركزي. وصرح فوزي بوفاة الطفلة روان علاء عبد السلام نجلة الطبيب علاء عبد السلام طبيب الطوارئ بالمستشفى ضمن المصابين بالحادث، بالإضافة لإصابة الزوجة واثنين من أولاده، مما استدعى دخولهم للعمليات. ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، والله يرحم والبقاء لله للمتوفيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.